بلشت معركة الانتخابات الرئاسية وبلشت أسماء المرشحين تطلع على العلن. النقاش يحتدم بمين مقبول ومين مش مقبول، مين 14 آذار ومين 8 آذار، ومين توافقي ومين عليه فيتو من حزب الله ومين عليه فيتو من الأمريكان، ومقالات وتحليلات ومقابلات وبورصة أسماء، مثل كأنه نحن ببلد طبيعي وبس ناقصه رئيس جمهورية ليكون شو؟ مثل الكرزة فوق قطعة الجاتو. طبعاً الأسماء المتداولة مش جديدة، مثل سليمان فرنجي اللي كان مرشح بوجه ميشيل عون بال2016 وكان دعمه الرئيس بري، بس التسوية الرئاسية اللي ركبت بوقتها خلت سعد الحريري مثل عويده يغير رأيه ويتخلى عن ترشيح فرنجي ويدعم عون. أعلن اليوم أمامكم عن قراري تأييد ترشيح العماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية. الوزير جبران بيصير ونحن حريصين على التحقيق في استراتيجي نحن وياك يا مع الوزير. وأمله مع سمير جعجع أغلبية بالمجلس ليصير رئيس لست سنين. ميشيل عون. غلطة ندمان. فرنجي اليوم أكثر مرشح عنده حظوظ بأنه يصير توافق عليه، بس إذا ما صار توافق رح يكون مرشح لفريق ما بيقدر يجيب عدد أصوات كافي ليعقد جلسة فوتو سيشن رئاسية بحضور التلتين، وممكن يصير في تطير للنصاب. يا أبو طوني جايي مهر جالو. نفس الشيء بالنسبة لسمير جعجع يلي مجهز سجل عدل نظيف وناطر يترشح، بس حظوظه قليل بهالمرحلة، خصوصا أنه عليه فيتو من حزب الله، وطبعا التيار الوطني ما بيطيقه، وبري رح يعطي فرنجية وجنبلاط ما بيعطيه لجعجع، فحظوظه واطي، بس عنده مع فريقه قدرة على التعطيل. ولا في عنا النايب ستريدا جعجع بتسمح بدخول سمير جعجع لقصر بعبدة، بس كشو؟ كمحرم. هلأ في كمان مبلغ جبران باسيل سنة سنين وكان لرئاسة الجمهورية، بس من وقت 17 تشرين وهو طابش على وجهه بالأرض ومكسر سنينه بعد ما أكل دفشة مرتبة من الناس بالشارع ومن العقوبات الأمريكية اللي هي بمثابة شو فيتو على اسمه، بيصعب عليه مهمة أنه يعمل رئيس إلا إذا قدم تنازلات كبيرة كتيرة. كل الأسماء اللي ذكرناها رح تضطر تقدم تنازلات بالطريق لبعبدة. جعجع بده يكسب ود حزب الله ليشيل الفيتو عنه، ومعروف انه الحزب له اليد الطوله بموضوع الرئاسه وبيعتبر انه الرئيس لازم يكون داعم للمقاومه او اقله مش معادل الخط. لهيك سليمان فرنجي عنده حظ بهالمجال اكثر من غيره، وابنه توني حكى عن انه بيي بده يحسن علاقات لبنان بالخليج اذا صار رئيس، وانه لو كان انتخب للرئاسه بسنه 2016 ما كنا وصلنا الى يلي وصلنا له، وانه بيو رح يرجع لبنان متحلي وأخضر أكتر ما كان، وهل يابا هل يابا رجع لبنان، يعني فولكلور سامعينه قبل ما يوصل عون للرئاسة. النجاح حلو طموح للمجد. قائد الجيش جوزيف عون أيضا مطروح بقوة، ولو أنه في حساسية بينه وبين حزب الله وهو محسوب أكتر على الأمريكان مثل ما بيتردد، وبالتالي بحاجة يقدم تنازلات بسبيل التوافق على اسمه. اللي بالك من زوزو. ومن بين الأسماء المطروحة النايب السابق إميل رحمي. وفي مرشح ثالث تقديري أنا إذا صار في تعقدت كتير الأمور أنا رأيي بيركبوه. منو؟ تتفاجأ أنت. ويبدو أنه رحمي إف إيه؟ ليش بدك تستغرب؟ رح يورط المرحوم جان عبيد بنادي اسماء المرشحين لرئاسه الجمهوريه. الوزير جان عبيد مات فخامه الرئيس لمعلوماتك. مش ضروري يكون عنده انتقال نيابي او شعبي، بس بينطروا انه تلعب التناقضات والتسويات لصالحهم ويعملوا رؤساء بالصدفه. ما زبطت مع المرحوم الادمي جان عبيد، بس ممكن
تزبط مع أمير رحمي يلي ناقشت معه قبل بالانتخابات النيابية ووصل على النيابة بأعلى نسبة أصوات لناخبين معظمهم ما كانوا سامعين فيه، بس طلع ببوسطة حزب الله ووصل على المجلس.